مشاهدينا، ألقت الحياة السومرية والبابلية والآشورية بظلالها على عموم بدايات الرسم، وانتشر صعودا في الزمان لتصبح اتجاها مر عبره كبار الفنانين من رواد وأجيال جديدة. فالإنسان والزمان والمكان ثلاثية تحكم أي عمل فني. ومقدرة ضيف اليوم تتجاوز المألوف في ابتكار الأشكال والتركيب ومزاوجة المواد والخامات، وهو واحد من الأسماء المهمة والمؤثرة في الحياة التشكيلية العراقية، سواء من خلال الإنتاج المتواصل والمتجدد أو من خلال تواصله الدائم مع الناس عبر معارضه التشكيلية. وبالتالي فإن مثل هذه التجارب هي التي تؤسس للمرحلة القادمة، وما أنجزه من أعمال تشكيلية ما هو إلا إشارة إيجابية لفنان حقيقي رفض الفن التشكيلي العراقي المعاصر وأغناء. حتى نتحدث أكثر عن كيفية جمع الإبداع والجمال الفني في لوحة، يسرنا أن نستضيف الفنان التشكيلي ماهر الطائي. صباح الخير. صباح الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، منورنا أستاذ. إن شاء الله. اليوم شكرا جزيلا. بالبداية راح نتحدث عن الفن التشكيلي بين الجمال والإبداع، لكن بالبداية لكل فنان إلى فلسفة معينة اتجاه يختلف فيه عن البقية، عن الآخرين. اليوم أريد أعرف شنو هي فلسفتك في صناعة اللوحة. الفلسفة طبعا هي كبدايات تكون ضمن رؤى علمية أكاديمية لكي تكون على محض واقع يتمتع بها المشاهد دائما، ويكون ذو قدرة عالية على الالتحاق بالذائقة التأملية والذائقة العامة التي يتمتع بها من الناحية الجمالية، التي تغذي عقلنا البصري لربما. فالفلسفة تأتي ضمن إبداعات وابتكارات لرموز ربما تكون جديدة ضمن النسق المعتاد للعلاقات التشكيلية بالفن التشكيلي. نعم. طيب اليوم شنو اللي يحفز ماهر الطائي أكثر يعني على صناعة اللوحة؟ شنو اللي يحفزه؟ التحفيز هو الحب، الميول أو الموهبة. فالموهبة هي التي تحدد مسار الإنسان في الخوض في تجارب فنية. فإحنا يعني من الصغر كانت لدينا ميول كبيرة حقيقة وجميلة لهذا علم اللون وعلم الجمال وكذا، غذيناها بالدراسة العلمية من خلال دراستنا في لربما معهد فنون الجميلة وكلية الفنون يعني الجميلة اليوم وغير. نعم. مو اللي حفز ماهر الطائي مثلا خبر سمعته أو شاهدت شيء أو أثر، خلينا نقول مثلا موقف صار أمامك مثل أثر تاريخي حدث وأنت صنعت هذه اللوحة بالتأمل؟ الحقيقة هي دراستنا أصلا يعني منذ الطفولة في التاريخ العراقي لربما القديم والحديث والكذا، الكثير تأتي من خلال ودرس الفنية الحقيقة، هذا أيضا مهم. فيأتي في طريق الرؤية للطفل هذه الأحداث الفنية، أنه كيف كان التاريخ والقديم وغيره، فتحفز عندنا بالموهبة. يعني يبدي تحفيز مثلا تبدين بالخط العربي بالتطوير، قبل أكو كراسات خط عربي هذه مهمة يعني، والقبل الألوان ماركاتها أنضج وأعلى وكذا ومتوفرة جدا، ودائما في العطل الرسمية العفو الصيفية أيضا كنا نتمتع بالتسوق للألوان وعمل المنحوتات من الطين الاصطناعي وغيره. فهذا كله تحفيز لخوض وتنمية الموهبة لدى الشخص. نعم. طيب خلي أشوف إذا جاهزة اللوحات إنه إحنا نقدر نشوفها. جاهزة ويانا اللوحات؟ يلا. أكيد أنا عرفت إنه أنت ما تحب ضد تشرح قصة، يعني تشرح عنا القصة، لكن أكيد إحنا لازم حتى نعرف هذه أول صورة ونشاهدها. نعم. نقدر نشرح شوية عنها حتى نقدر نتأمل هذه اللوحة. برأيك نشرح؟ لا يعني مثلا أنا حابة أعرف شنو هذه ترمز طبعاً لشنو. طبعاً أكيد إحنا ماكو شيء يأتي من عبث، هذا حصان راكض بروح آشورية. تشوفي لو لاحظ الإذن صغيرة، الإيد متقدمة بطريقة تعبيرية
تحتوي إلى رموز مجسمة بالبعد لثري دايمينشن، لسبب أنه تكون الإضاءة المسلطة تكون حقيقية لتجسيم الشكل المراد تنفيذه من قبل الفنان، وهذا يكون أحلى من صناعة الفنان للظل والضوء بطريقة لربما تكون صناعية. هنا راح تكون أكثر جاذبة للمتلقي. المواد شو هي؟ المواد حقيقة مختلفة، يعني من خلال عدة دراسات والتحاق بدورات علمية لربما خارج العراق وداخله، فطلعت بفد مادة تكون خفيفة الوزن، بعدين أنا أطليها حقيقة بماء الذهب وعتقة كنوع من الفنون المعاصرة الغير مألوفة، التاريخية والغير مألوفة. بالضبط، هو التاريخ لأن عزيز علينا فنحب نظهره بطريقة. هاي الصورة الثانية نفس أكبر. صناعة الصورة الأولى للحصان؟ نعم. لا، هنا أكو اختلافات بالرموز. طبعا أنت تشوفين روح الأثر موجودة، ولكن هي كلها رموز حديثة لربما تكون في استخدامات معاصرة لزمننا، ولكن هي عملية همزة وصل وارتباط كتلقيح لهذا. يعني مثلا أحد الفنانين الكبار شاف هذا العمل قال هاي رأس بقرة، فيعني هو الموضوع أنه تحويل الشكل إلى رمز السيميائي لكي يكون أيضا جاذب ومثقف بنفس الوقت للمشاهد. الصورة الثالثة هاي، هذا الثور من بابل. طبعا هنا هو موجود نسخة الأصلية كثور، اقتبست منه، غيرت به الفم، سويت وكأنما يحتوي على صوت لربما مدوي طول هذه الحضارات والسنين والوقت اللي احنا نستمر به. هذا موجود الأثر لأنه حقيقة شغل بصدق في زمنهم. الفنان المعاصر هو إضافة كتقنيات، يعني قبل احنا نقول الفنان الحقيقي الآشوري البابلي غيره يكون فنان أصيل فطري، احنا لازم نضيف دراساتنا لربما نلقحها من الفنون الأوروبية وغيرها، ولكن تبقى نحافظ على الموروث. المواد المستخدمة في الرسم شنو هي مثل هذه الصورة؟ يعني خلينا نقول عنها. طبعا الزيت المات، وهذه المواد صنع الفنان الخاصة، يعني اللي احنا يعني دائما نطلقها بنوع من الأسرار. هذا سر مرة هتقولي. اي طبعا، بس ممكن نقول انه نطلي بماء الذهب، وضمن مثل ما قلت تشوفي هنا اكو الشكل. شوفي الفن التشكيلي هو شكل يدل على الشيء الجمالي، يعني مو شرط انه اني لوحة تكون بها قصة مؤثرة مثلا. لا، فيها هي ما كل لوحة تخلو من قصة، ولكن أنا دائما أنه أدع المتلقي يتمتع بالمشاهدة بأوزان هذا الشكل لكي يكون جزء من التفسير للعمل. يعني أنا ما راح أخفيك مثلا هذا اللون، أحد اللي قال الله هذا مثل شي فرقي مقصوص. أوكي، ده تعرفين قصدي. هنا أنت تحافظين على الموروث من خلال دلالات لربما تكون جديدة وحديثة للمشاهد، يعني أنا أعيد الأثر بطريقة جديدة مؤثرة لازم تكون شي مودرن. يعني زين، احكي لي هاي شنو هاي تعبر الصورة عن شنو مثلا؟ أنا اليوم مساء أنا من شفتها ما فهمتها الصورة. اللوحة أنت هسا أنا أعطيتك دلالات، يعني هنا مثلا لازم احنا نسحب المتلقي الى منطقة الذائقة الفنية للفن التشكيلي. يعني حضرتك ما فهمتيها بشكل، لربما اخليش تبحثين عن مصادر، يعني اتعبك، يعني مو راس نقعد كل واحد يشوفها على هواء غير شيء. بالضبط يعني. لا، واكو اعمال مثلا مطلوبة للتفسير اخليش يعني تبحرين اكثر، انه ما اجاوب جواب سريع، بحيث تبحثين عن مصادر انه كيف يبدي التكوين للشكل، لان احنا نرجع ونقول هو فن تشكيلي علاقات بالفعل. اتصالات مثلا اشكال هندسيه كلها متصله مثل العمارات وغيرها وغيرها، هي كلها متقاربة شكل بالفعل. مو صحيح؟ نعم. فهنا يجي الفنان، تخيلي هاي بنايه يعني مصممه، مثل ما شاء الله ابدعت زهاء حديد الله يرحمها في ابتكارات، ولربما تاخذ كانت ابتكاراتها من الخط العربي. نعم. للمنحنيات. نعم. هذا نعم. ثوب آشوري أيضا، هو في رموز حديثة جدا. نعم. احنا نعرف انه دائما
العالم تحتفي بأزيائها وملابسها وكذا، بالذات الفنون التركية وغيرها وغيرها. حضرتك إذا شايفة دائما بمتاحفهم أكو هذه الملابس وغيرها. أكيد. فإحنا حبينا أنه أيضا نعيد صياغة هذا الإرث بالضبط، لكي يكون أيضا شكل جمالي للمتلقي يبقى والمشاهد. أثر تاريخي للبلاد مثل ما احنا بالضبط بطريقة معاصرة معين أو معاصرة بالضبط. نعم. طيب خلينا نكمل شوية، أنه اللون والحياة للفن التشكيلي اليوم يا أستاذ، لا أين يأخذنا هذا الثالوث؟ يعني حتى اليوم لما نجي احنا ندخل الالوان بلوحه معينه او رمز معين، يعني اغلب اعمالك اليوم تحمل خصوصيه اللونين، انا شفت بها الذهبي. نعم. وشفت بها اللون الازرق ايضا. نعم، هذا من خلال وادي رافدين القديم، انه دائما يحتوي على الماء والثراء. نعم. فلذلك احنا نحاول انه نستخدم هذه الواننا اللي احنا متميزين بها كشرق اوسط، فدائما نميل الى الالوان الزرقاء والفيروزي والكذا والالوان البغداديه. طبعا وهذه الالوان جايه من قصص، انه حضرتك تعرفين مثلا العيون وغير العيون وكذا، والشر حاسد ما حسد، فهذا كله موروث احنا دارسيه بطريقه لربما تتبع اثر وتتبع موروث، فلذلك يكون ننطلق للعالم من خلال هذه الالوان التي تدل على الخصوبة والثراء والزرقة للمياه الحلوة الموجودة في نهرين ما بين وادي نهر العفو الورافدين. نعم، أغلب لوحاتك اليوم مهتمة برموز تاريخية. نعم. اللي تخص الفنان ماهر الطائي بهذه الرموز. طيب ليش أنت اليوم اخترت بس الرموز هذه؟ ليش مثلا مو في شيء؟ نعم. معين؟ احنا نرمز مو دائما طبعا، احنا حسب الأغلب المعرض الاغلب. نعم. كان معرض اثر من العراق هو في وقتها، له دلالات من خلال رد على الفوضى العارمة التي عشناها بهذا زمننا المعاصر، اباني الحرب، وشفنا. نعم. حروب اخرى وهجمات وكذا. دائما احنا دائما نكررها في لقاءاتي حقيقة، انه نحن نبحث عن الجوهر، وهذه لربما تذهب كزبد البحر، فنبحث عن الجوهر. الجوهر هو أرضنا، موجودة عريقة بناسها بمشتغليها بمثقفيها وحرفيها، فلذلك احنا نبحث عن الدلالات تؤسس للموروث لربما بالمراحل المقبلة. نعم. اليوم ماهر فنان معاصر يحب التجديد، يحب الابتكار، انت اليوم مع هذا التجديد والابتكار، ولا انك انت اليوم مع الفنان اللي ينتقل من مرحله معينه مثلا اليوم بفكر بمضمون جديد؟ نعم. برموز جديده؟ اكيد طبعا، اي فنان اذا ما يبحث عن ابداعه وابتكاره الشخصي. نعم. وهذا يكون مقلد، يعني افلاطون يقول انا لا اريد فن رسام يرسم الكرسي، أريد نجار يعمل الكرسي. الفنان هو إضافات ولمسات وأحاسيس تكون فيها لمسات لربما متقدمة لكي توثق التأريخ في موضوع الابتكار والإبداع بطريقة مستمرة. فعلى الفنان الأكاديمي أو الباحث، طبعا أنا دائما أسمي الفنان هو باحث مثل غير مختصين، يكون في دراسة جدوى فنية عقلية تكون متقدمة لربما إلى مستقبل بعيد جدا في بلده. يعني إحنا ليش دا نحافظ على الموروث؟ إحنا لربما نأتي برموز من الموروث بعدين تبدي نفقدها شيئا فشيئا، ثم نأتي بإبداعنا وابتكارنا لتكون متقدمة أيضا برموز جديدة، وبنفس الوقت تصير حلقة وصل بين الماضي والحاضر الذي نعاني منه في بالفعل زمننا الحاضر. خلينا نشاهد بعض أيضا من أعمالك. نعم. ونتحدث أكثر عنها إذا هي جاهزة ويانا. هاي. نعم، هذا كف القوة اللي أيضا طبعا أمرار الفنان يبحث عن خطوط قوية لكي يستعرض بها أنه التقنيات، يعني الكف هذا كلامي انه بين ضمن الابداع والابتكار يكون منفذ بطريقه جديده لربما معاصره، وهو مبين كيف يبحث عن القوه وفي نفس الوقت باعي اكو رموز للتولز. نعم. للادوات مثلا العفو
موجودة بالجانب وكذا، بحيث اللي احنا نبحث عن هذا الكف دائما لكي يوصلنا الى بر الامان. نعم، هذه من ضمن اللوحات. نعم، هذه العملات أيضاً القديمة. طبعا هذه العملات القديمة اللي كثير حقيقة لها معجبين بالمعارض التشكيلية، لأن العراقي يعشق موروثة. نعم، فهنا أيضا في هذا التنفيذ بالبائس الفضة، يعني أنا دا أشوف أكو بها يعني تكلفة اليوم أستاذ ماهر، تكلفة. نعم، سواء كان ماء فضة أو ماء ذهب، تكلفة بالمبلغ لو بالتنفيذ، تكلفة بكل شيء، حتى تكلفة. نعم، كمبلغ أو تكلفة كتنفيذ. حسيتك أنت ما تهتم بهذا الموضوع، يعني أنه كتب من مبدأ التكلفة. نعم، مثل أي إنتاج برنامج أو كذا لازم يكون عليه إخراج مدروس أكثر. نعم، يعني العمل ممكن يطول فترة أكثر، مكلف أكثر، ولكن يطلع بنتيجة يديم وتدوم. تشوف هاي يعني عمل لتسويق المادة اليوم إذا كانت التكلفة زادت إليه؟ العفو، عمل نجاح تسويق المادي اليوم؟ طبعًا إذا طبعًا إذا زادت عمل التكلفة مثل الماركة. أها، مثل الماركات، يعني الماركات العالمية هي تسويق غالي ولكن لها يعني روادها الخاصين. عندنا هذه الصورة أيضا موجودة. نعم، على الشاشة. هذه اللوحة طبعا أيضا اللوحة من رموز بسيطة جدا، وهي توظيف الخطوط المنحنية لربما الدائرة، ولكن بإيقونات لربما تكون قريبة إلى الواقع الأثري، اللي هي مجرد بقايا آثار من شكل معين يأتي إلى مخيلة الفنان. نعم، أيضا هذه الأقواس العراقية القديمة، ولربما عربية، تكون أيضا فيها الزرقة والماء الذهب المعتق. العمل الفني هو ليس بالضرورة أنه تقحميه برموز وبتفاصيل مملة وكذا، لربما تكون هي لحظة فكرية واقعة على ذائقة جمالية تظهر بالشكل المطلوب. هذا أيضا جرات. بعد ما نشوف اللوحات أكيد خل شوي. نعم، نتحدث على موضوع التكلفة شوي. يعني دا لاحظ كل لوحاتك بها المطلية بالماء الذهب وأيضا بالماء الفضة، راح تكون تكلفتها عالية أكيد. طيب، تم اليوم من الفنانين الذين ما يهتمون بما هو سوف تكلفه هاي اللوحة شقد بتكون ثمنها. نعم، عند إنجازها. احنا شفنا من لوحاتك اللي هي بمي الفضة بمي الذهب، يعني هاي أكيد احنا نعرف هاي إلى تكلفة عالية، لكن برأيك اليوم الفنان التشكيلي العراقي اليوم يقدر يستطيع أو يعتمد ماديا على ما يسوقه من الأعمال الفنية بداخل العراق؟ الحقيقة هو من جد وجد. نعم، في بعض الأحيان نحكي على ظروفنا الصعبة بالعراق، ولكن الفنان يعني بكل تواضع لما يصل إلى مرحلة معينة من مستوى فني لإخراجه من خلال نجاحه في معرض أو معرضين، هنا يبدي عليه أيضا الثقل الفكري أنه صارت أمانة، يعني أنه لازم العمل يطلع بطريقة تنسجم لربما، لأنه تكون معرضة للطباعة حقيقة، للانتشار، لطباعة كتب، لكذا، تكون أغلفة وكذا. فالفنان هنا يبدي يتجرد من كون التكلفة ومعناها المؤلم، فيبدي هو ينتج بطريقة مرات تصيب ومرات تخيب من ناحية الأرباح والكذا، والحمد لله يعني لحد الآن خير موجود الحمد يعني لله من ناحية التسويق. ما شنو اليوم اللي يحتاج الفنان العراقي حتى يقدر يبدع أكثر بمسيرته الفنية ولكي يتوغل في مسار يعني نحو العالمية؟ أولا المصداقية في العمل. نعم، وعدم العجلة، يعني أمرار تجي لحظات لونية من خلال دقائق وثواني وكذا، وأكو في بعض الأوقات تكون العمل مطلوب من الفنان أنه يتريث ويتأنى في اشتغالاته لكي يكون عمل قريب من الاحتراف ضمن مدارس عالمية معروفة، وفي خططه هو العقلية
أنه كيف يضيف إلى هذه المدارس الموجودة لكي يخرج من الظل حقيقة. هذه مهمة، أنه الابتعاد عن التقليد ووضع لمساتها الخاصة لكي تكون في المستقبل يكون فن عالمي، واستخدام مواد أيضا مهمة تكون أصيلة بعض الشيء لكي تكون لكي تدام مستقبل أوسع، يعني خلي الفنان يعمل على أعمال لربما تعيش مئات السنين. نعم، خلي نشاهد بعض من أعمالك اللي كانت في روما موجودة ويانا. نعم هذه لا، خلينا نتحدث عن تفاصيل الرحلة. 2006 كنا ضعيف. نعم. هذا حصولي على شهادة البورد بإنشاء المتاحف وترميم الأعمال من المتحف الوطني الإيطالي للفن الحديث. نعم. وهذا كان حقيقة نصر كبير أنه أخذناه بدرجة الامتياز، وهو هذا جهدنا اللي كنا نريد نبني بلدنا من خلال هذا التلاقح العلمي مع أوروبا وغيرها. فنأتي هذه في صالة المودرن آرت، هذا تمثال رودان. نعم. والبعيدة أيضا عمل كليمت، هذه طبعا هنا ممنوع الدخول إلا في أوقات معينة. بس احنا لأن اختصاصنا الترميم والكذا مخولين بالدراسة والدخول. فهذه أعمال فانكوخ خلفنا، وكنا ذكرتونا بأيام الشباب. يلا هذه الصورة أيضا احنا من بابنا تشرح لنا عنها وتذكرنا. نعم، ولكن أنا راح أنبه على نقطة مهمة، يعني احنا بهذه الأثناء كل فكرنا أنه شلون نبني بلدنا، شلون نطور من الذائقة الفنية اللي تعم العراق وحتى الدول القريبة من عندنا اللي نحبها من الوطن العربي. اليوم ماكو دعم بالعراق برأيك؟ مو دعم، وإنما يأتون بشخص غير قادر على حل جملة من الإعراب يكون قائد لهذه العملية، وهؤلاء المختصين بالاختصاصات الدقيقة. فلذلك تشوفين أكو تصير هروب، يعني الانصدام بالواقع يكون هروب. يعني احنا يا ما حاولنا مثلا صممنا قاعات ونفذنا وكذا، ولكن بالأخير ارتجال من شخص طارئ يكون غير معني بهذه التفاصيل الدقيقة التي تخص البلد والوطن، التي لربما تبدأ من نواة الذائقة الجمالية إعمار البلد مرة ثانية. نعم. هم لا يعني غير جديرين حقيقة بالذائقة الجمالية، فقط استعراضات عامة لا تقدم ولا تؤخر من الجوهر شيء. نعم، عندنا أيضا اللوحة. نعم، هذه شنو؟ هذا زمن موسوليني وكذا الإيطاليا، الزمن الدكتاتوري في روما، كله موثقي طبعا، يعني ماكو لوحة تمزق ولا اكو عمل يرمى بالشارع ويمزق. كل ثقافاتهم لكل زمن الى اعماله، عفوا ان كان سيئا او كان ايجابيا فيوثقون هذا الشيء. فاحنا هنا طالعين في تحقيق ميداني لوضع لمسات الترميم اللي للاعمال المتضرره. نعم. هذه في معرض نوافذ، هاي المعرض الأخير حقيقة اللي صار في معرض بغداد الدولي سوق السفر العراقي. نعم. الدورة الثانية في مشاركات ستيندا، شركة عالمية سياحية وشركات طيران. حلو. فهذولا كانوا شركة هذه الشام، العفو طيران الشام وليس شركة. هذا أيضا كان بالافتتاح رئيس هيئة السياحة والسيدة مسؤولة اللجنة الثقافية في البرلمان العراقي أيضا حضروا في الافتتاح. هذا طاقم الإمارات. حلو. هم أيضا شرفوني بالمعرض. هو فد شيء، هذه أحد الصحف الكويتية أعتقد الأنباء، هو نشر خبري لأن كان عندي معرض في الكويت في افتتاح المؤتمر الدولي لإعمار العراق. نعم. شرفني، كان معرضي هو افتتاح. هذه كلها مشاركاتك كانت. أي نعم. نعم. معرضي كان هو افتتاح للمؤتمر. نعم. لدعم العراق في الكويت بحضور 70 دولة و 3000 شركة. يعني قصدي هو هذا اللي خلينا نفرح إنه نمثل بلدنا بالطريقة اللائقة.
نعم. طيب برأيك من خلال خبرتك في الفن التشكيلي اليوم، شنو هي الطريقة المثالية اللي يجب أن يسلكها الفنان حتى يكون على مسار أنه تصاعدي في حياته الفنية، تطور أكثر يكون عندنا في البلد؟ يعني دور الفنان في تطور في البلد، الدور أنه هو الفنان يكون باحث، لا يفكر فقط أنه كونه رسام يرسم على قماش أو على فريم. لربما شوف يعني بعض الأحيان يعني من لقاءاتنا مع أشخاص فنانين أجانب يعني يقول أنتوا ليش لحد الآن ترسمون على الخام؟ ليش ما تطلعون في الطرق حديثة مبتكرة بدراسة الضوء وقت دراسة الأشكال وكذا؟ هي هذا، فأني أطمح أنه الفنان يكون هو فعلا باحث للتطوير لكي يكون مؤثر في بلده. نعم، بعض لوحاتك تم طباعتها على الحرير الطبيعي من قبل شركة لمتحف الحرير الصيني. نعم. وعن هذا الخبر يعني هو حصري لقناة الرشيد الفضائية. أكيد هاي أول مرة. شوي خلينا نتحدث عن الخطوة، عن هاي التجربة اللي سويتها، شنو كانت أهميتها، شون اليوم أنت وجدت الصين والفن والفن اللي كان في الصين أيضا. طبعا احنا نشاهد أيضا عندنا صور احنا نعم. محضريها حتى نتحدث عنها أكثر. نعم. هذه الصورة هذه كانت عندنا دورة في متحف الحرير في علم الآثار وعلم المتاحف. نعم. فكنت أنا أمثل بلدي حقيقة بطريقة رسمية من قبل وزارة الثقافة والسياحة والآثار. حلو. كنت مرشح كخبير في الدورة العربية للخبراء، العفو، الدورة في الصين، هي الدورة دورة الخبراء العرب في علم الآثار والمتاحف في الصين. رحنا زرنا كل المتاحف تقريبا من ميدان تحقيقي مثل ما شفتوا الآن في المتحف الإيطالي. فالدورة الأصلية كانت في متحف الحرير، فاقتنوا من عملين يعني، وهذا فشيء مهم أنه يقتنون أيضا من زملاء العرب، اقتنوا أعمال تخص بلدهم، كانت تقريبا 12-13 دولة مشاركة عربية من خبراء مهمين يعني ولهم الرأي السديد. فهذه العملين اقتنوها متحف الحرير، وأيضا اقتنوها في ليلة العرب اللي ألقيت كلمة الافتتاح، شرفني هذا الشيء عن وطني العربي وخصوصية الفنون العربية. فلذلك أعجبوا بهذه الأعمال وبدأت الاتفاق على أن تكون الكثير من الأعمال تطبع على الحرير الطبيعي الصيني، أعمالنا لكي تكون مروجة للفنون العراقية، لربما الالتحاق بالشركة المانحة للدول القمة الـ20، فهاي تكون هدايا الهيئات الدبلوماسية أو كذا، وهذا شيء شرفني الحقيقة. نعم. هذا الحرير الطبيعي، هذه الصور اللي بالصين أريد تشرح لي عنها أكثر. نعم. هذا الحرير الطبيعي، بداية الحرير الطبيعي يقتطفوه من أشجار التوت داخل الشرنقة دودة القز. فلو يتصفح السيد المخرج على مود تبين أكثر، هذه دودة القز اللي هي 3000 سنة هذه مسؤولة عن عيش أسرار الصين. نعم. أنه سبحان الله يعني الصين شقد كبيرة وكذا، هذه الدودة 3000 سنة، اللي يفشي سر صناعة الحرير يقتل في الصين. أها. يعني اللي يفشي السر في صناعة الحرير يقتل، يعني شوفي هاي الكم الهائل، مليار ومية يمكن بالصين، اللي بعدين خلقوا طريق الحرير لبيع التجارة قماش الحرير إلى الطرق الأوروبية أو شرق. هذه معامل الحرير. نعم. هذه أيضا حصرية لحضرتكم. نعم. هذه طبعا الخيط إذا انقطع يعني تسبب مشاكل جمة للصانعين. نعم. فنعم هذه أيضا في الصين جامعة نينيغبو، ترحيب ضمن خطط الاستضافة كانت والاتفاقات حول حزام الطريق. يعني؟ نعم. إنه حزام الطريق وكذا. هذه كانت محاضرتي في متحف الحرير حول دخول الفنون المعاصرة على الأثر القديم، واستعرضت بها تجربتي الخاصة كلوحات وكفنان،
وكانت حقيقة شيء جميل جدا لأنه أكيد. ترجمة عربي صيني وليس إنجليزي صيني عربي صيني عربي صيني نعم. فكان محاضرة شرقية بامتياز نعم. هذه أيضا هذا الجهاز اللي يقتل دودة الحرير القز على مود لا يصير تنقل الأمراض والبكتيريا نعم. قبل ما يفكون الخيوط بالطريقة المناسبة لكي تعمل. هذه أحد أعمالي المنفذ بالحرير الطبيعي، وهذه طبعا هم يتميزون بالصين نعم. الطباعة على الحرير ليس على الخامات الأخرى، وهذا الشيء حقيقة كان مفرح جدا أنه وضع الإيقونات الكاملة. طبعا والجميل أكثر أنه عندنا توقيع حقوق الفكرية الملكية الفكرية بحيث نص سنتيمتر ما يضيع من العمل الفني بالتوظيف على الإشارب أو الكذا اللي هم يخرجوا لي نعم. كل شيء يطلع ضمن اتفاق علمي وأكاديمي وعالمي وبختم من الشركة المصنعة وحقوق الفنان. هذه أيضا المعامل شوفي خيوط الحرير دقيقة جدا، فلذلك ينجحون من خلال سؤالك أنه التقنيات أو شون الماركة من جد وجد مثال بعد الخيوط بالفعل بيها أكو فد لمسة من الجمال نعم. والإبداع طبعا يعني هو الفن الأكاديمي يوصلك إلى طرق كبيرة جدا وانفتاح عالمي أكثر من ما كونه ممكن انفتاح يعني محلي. أستاذي إذا تأيدني بهذا الموضوع أنه أنت تكون في مجال واحد، أنك أنت مجرد خلي نفرض على أساس أنه أنت بمجال الفن أنه بس عن الأثار أو شيء قديم، أنت هنا يصير أنه يصير لك نفس أنه خلص بعد أنت يصير تتطور بعملك، أكو فشي يصير من خلال مشاركاتك بمهرجانات بدول يصير عندك هنا موسوعة كبيرة أنك تتشارك بالفن هذا. أكيد، ولذلك احنا نلاحظ انه في العالم الفن العراقي هو اصلا اثر، يعني تعرفين كل المتاحف العالميه مقتنيه اثار عراقيه، فلذلك هو ليس بالشيء الجديد. فمن يلتقي ويا فنان معاصر يحمل هذا الاثر على كتفه ويدرسه ضمن ابداع وابتكار حتى يكون مؤثر جدا لديهم، لان هم ايضا بعيدين عن هذه التفاصيل اللي لربما تكون هي اهم قيمه جماليه في العراق. واني دائما ابحث انه كيف نطور او نعمل بحوث في وادي رافدين معاصر، يعني احنا في كل لقاءاتي اقول ورثنا الشيء الكبير والجميل، ولكن ماذا سنقدم الى المستقبل البعيد لهذا وادي الرافدين. بالدول الباقية احنا نشوف اكيد بوجود مهرجانات او المتاحف العراقية، هناك بالدول تشوف اهتمام الدول غير العراقية بالمتاحف العراقية. طيب اليوم احنا نشوف اكو عندنا اهمال بالعراق للمتاحف العراقية نفسها، وبباقي الدول نشوف اكو اهتمام، نشوف اكو ابداع بهذه المادة والرموز. هو الوعي، يعني هي ايضا يمتلكون يعني الاهتمام في متاحف العراق، ولكن الوعي الجماهيري، يعني احنا هسه مثلا يجب علينا وضع دراسة انه كيف نسوق للفكر الثقافي على مود ينخلق عندنا وعي. هي كل هذا اللي تفضلت بيها من صنع الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى قد يكون رقيب على أفعالنا في كل المجالات الحياة، ولكن الفنان يجب عليه الآن أو الباحث العلمي وغيرها في كل المجالات أنه يكون كيف يبحث في تطوير وتقوية الوعي. يعني بالخارج أكو وعي للمتاحف، الآن مثلا أنت شفتي هسه بعض الأعمال الفنية الموجودة بالساحات يكتب عليها ذكرى ويجي، هذا أنا ما أحاسبه بطريقة مباشرة، لا أحاسبه بطريقة وضع وعي بفلسفات، بث برامج ثقافية لربما تكون غير مملة نعم. وغير مكررة بالفعل. فتكون أيضا يعني تطور في الوعي لدى الفرد
في مجتمعاتنا البسيطة. نعم. للأسف. بس احنا الحمد لله في يعني مرممين في اختصاص راقي في المتاحف العراقية، في مشفى إيطالي أيضا دعموا المتحف العراقي، فإن شاء الله نتأمل أنه يكون المستقبل إن شاء الله أكبر. يعني هذه من ضمن أريد أعرف خططك المستقبلية شنو راح تكون هي؟ يعني الخطط المستقبلية هو حقيقة إنجاز معارض لربما تكون مؤثرة ضمن موروثات جميلة، ولكن بحس معاصر مستقبلي، في نفس الوقت إصدار كتب أيضا تليق بالثقافة التشكيلية والأعمال الفنية، ومن الله التوفيق. يعني نحن كل ما نملك أنه الأمنيات، وإن شاء الله الله يمكننا، لأنه حقيقة الآن هو الاعتماد على الذات أفضل من الاعتماد بالفعل على الغير، لربما الغير يحمل لك الخذلان. يعني نعم، أيضا احنا بدورنا نتمنى لك الموفقية، واحنا نكون فخورين لما يكون عندنا هيجي أساتذة بفن وتشكيلي بين بالفعل بين الجمال والإبداع. أتمنى لك كل الموفقية ونورتنا اليوم. أنت النور كله، وإن شاء الله أتمنى لكم صباح جميل وربيع أجمل، وإن شاء الله إلى لقاءات ومحافل تكون فيها قوة أكثر ووقت أكبر لشرح معاني الجمال في هذا الولد، في هذا البلد الجميل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا، هذه كان حوار الصباح.